الجوية. وللمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا الآن رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك رائد. إذا أبرز ما تنتظره الأسواق العالمية خلال هذا الأسبوع هو اجتماع أو نتائج اجتماع أوبك بلس. توقعات ربما في الغالبية تميل إلى بالفعل إقرار خفض الإنتاج، هل تؤيد ذلك؟ حقيقة نحن يعني أوبك بلس بالاجتماع الوزاري المرتقب خلال تعاملات هذا الأسبوع من المتوقع أن نرى فيه أفاق الإنتاج للعام 2024، وهذا أمر مهم جدا تنتظره الأسواق بفارغ الصبر. وشفنا ارتفاعات محدودة على أسعار النفط بعد ما كان في عندنا سلسلة من الخسائر والهبوط في الأسبوع الماضي. أعتقد العملية تتجاوز أن يكون في عندنا إبقاء على التقليصات كما هي، إنما ممكن يكون في عندنا طرح لتخفيضات إضافية تعميق تخفيض الإنتاج، وذلك لمواكبة الضعف المتوقع في الطلب، لأنه نحن عندنا المشكلة الأساسية هي الطلب الذي يعني لم يرتقي بعد إلى مستوى التوقعات السابقة لأوبك بلس، وبالتالي ذلك استلزم مزيد من التخفيضات الطوعية حتى في بعض الأحيان كبيرة من السعودية وروسيا لتقليص أو لجم المعروض النفطي للحفاظ على أسعار النفط عند مستويات أعلى من الستين أو $75 للبرميل وتحقيق الاستقرار فوق تلك المستويات. إذا رائد يعني نقول هنا بأنه بات شبه مؤكد بأنه سيقومون بخفض الإنتاج، وترى بأنه السيناريوهات المطروحة لأسعار النفط هي عند حوالي $75. يعني بشكل كبير هي تمديد تخفيض الطوعي اللي نحن موجود حاليا وتمديد تقليصات الإنتاج، وربما المفاجأة تكون بتقليصات إضافية لما تم اتفاق عليه في الاجتماعات الأخيرة. على كل حال برنت أمامنا الآن عند مستويات $80 لليوم. دعنا نتحدث عن استقرار أسعار الذهب في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية يلي راح تصدر يوم الخميس المقبل. شو هي التوقعات حول بيانات التضخم أولا؟ يعني يعتبر هذا المؤشر من أهم المؤشرات التي يقيسها الفيدرالي الأمريكي في قبل اتخاذ قرارات أسعار الفائدة. إلى جانب بيانات التضخم التي صدرت الأسبوع الماضي، جاءت بيانات الأسبوع الماضي نوعا ما بأقل من حدة من المتوقع، وهذا من شأنه كان أنه يخفض الدولار الأمريكي بشكل واضح أمام نظرائه. من المتوقع كذلك الأمر أنه يكون في عنا الانفاق الشخصي الاستهلاكي أقل من التوقعات، أنه يجي عنا بقراءة نوعا ما متواضعة، وهذا يساهم بأنه التضخم ليس بالأمر السلبي الكبير، وبالتالي الإبقاء على سياسة متشددة وأسعار فائدة مرتفعة لفترة طويلة ربما قد لا يكون هذا هو الخيار المطروح أمام الفيدرال الأمريكي، وانتهى بذلك يكون فعليا دورة تشديد السياسة النقدية أو دورة أسعار الفائدة المرتفعة، وفي الأفق نبحث عن أسعار فائدة أقل، وهذا سوف ينعكس سلبا على أداء الدولار الأمريكي في الفترة القادمة. قراءة مهمة جدا منتظرة خلال تعاملات هذا الأسبوع للتضخم، وأعتقد بعد هذه القراءة ربما نأتي بصورة أكثر وضوحا بالنسبة للفيدرالي وإجراءاته للفترة القادمة أنه لا داعي للقلق بشكل كبير من مستويات التضخم أنها خارجة عن السيطرة. طيب رائد، هي عملية تلاتبية، يعني إذا كان التضخم ليس بسيء بالتالي نحن نتوقع عدم استكمال رفع أسعار الفائدة، وكما ذكرت ضعف أكثر للدولار. ضعف الدولار كيف رح يكون انعكاسه على أداء الأسواق؟ يعني نحن شهدنا بدء تراجعات الدولار الأمريكي خلال تعاملات نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بداية تعاملات هذا الأسبوع أمام معظم النظراء. شفنا اليورو يرتفع، الباوند يرتفع، الدولار الأمريكي كمؤشر دون مستويات أو قرابة 103 ويعني يميل للانخفاض أكثر. العملية أن الدولار الأمريكي مرشح لمزيد من التراجعات إذا ما كان هناك توقف عن توقع أنه يكون في عندنا رفعات أكثر في أسعار الفائدة، وهذا يفتح المجال. دائما الأسواق تحاول تسعر الأحداث قبل أن تحدث، بالتالي الآن السؤال المطروح متى سيبدأ بتقليص أسعار الفائدة. ربما تصبح هي الأكثر الترجيحات نحو هذا الاتجاه. صحيح جيروم باول رئيس الفيدرالي قال بأنه لا يوجد أي نقاش حول هذا الموضوع حاليا، ولكن الدولار الأمريكي يسعر هذا الموضوع حاليا بتراجعاته الحالية، وربما قد يمتد التراجع أكثر خلال الأسبوع هذا بعد بيانات التضخم. نعم، إذا شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، يعطيك العافية. شكرا لك. هذا كل ما لدي لليوم حول الأسواق العالمية، نعود مجددا إليك هند.